طريقة الموافقة على الشروط الجديدة لتحقيق الربح من اليوتيوب في 2023. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، أحلى ناس وأجمل عيلة. يلا زي ما تعودنا قبل ما نبدأ نبعت الصلاة والسلام لسيدنا النبي، اللهم صل على سيدنا محمد بقدر حبك فيه، بقدر جاهه عندك فرج ما نحن فيه. الموضوع النهاردة باختصار، إزاي هوافق على الشروط والأحكام الجديدة أو الاتفاقية الجديدة أو الرسالة اللي جات لنا لكل القنوات المفعلة، جات للبعض موجودة عنده في استوديو يوتيوب في من كروم، وموجودة عند البعض في استوديو العادي، والبعض القلة القليلة لسه لغاية الآن ما وصلتش. تمام، بس هنشوفها دلوقتي هتلاقيها فين في كروم، وهنفعلها ازاي من الكمبيوتر ومن التليفون، هنعملها مع بعض خطوة بخطوة. تمام، اولا لما تدخل على لوحة البيانات من كروم، تمام، بيبقى بالشكل ده برضو من الكمبيوتر عندك. عندك هتلاقي رسالة فوق مطلوب اتخاذ اجراء عليك الموافقة على الاحكام الجديدة للمحافظة على اشتراكك في برنامج شركاء يوتيوب والبدء بتحقيق الربح من الاعلانات على ايه؟ على شورتس. يعني ايه بقى كلمة للمحافظة على اشتراكك؟ يعني هل لو انا ما وافقتش الربح يتشال من عندي؟ ايوه، سيتم ايقاف الربح على جميع القنوات المفعلة التي لم توافق على الشروط والاحكام الجديدة او الاتفاقية الجديدة. امتى بقى؟ في تاريخ 10/7/2023، 10/7/2023. لو ما وافقتش على الاتفاقية دي في خلال ال6 شهور، يعني تقريبا 6 شهور، تمام، اخرها 10/7/2023، تمام، لو ما وافقتش على الاتفاقيه دي خلال الفتره دي، تمام، هيوقف الربح على قناتك. يبقى لازم ان احنا الاول نوافق على الاحكام والشروط الجديده، ده اول حاجه، تمام، وبعد كده نحقق الربح على اعلانات شورتس. طيب هنعملها ازاي؟ اولا قلنا الرساله دي هتبقى موجوده عندك فوق كده، هتعمل المراجعه والقبول. طب الرساله دي مش موجوده، ممكن الاقيها في مكان تاني؟ اه، ممكن الاقيها في مكان تاني. هدخل على علامة تحقيق الربح، وبروح على الاشتراكات الداعمة، هلاقي الرسالة موجودة اهي برضه، مطلوب اتخاذ اجراء عليك الموافقة، نفس الرسالة بالظبط، او بحلول 10 يوليو، تمام، 23 لتحافظ على اشتراكك، يعني لغاية 10/7، تمام، نفس الرسالة موجودة هنا برضه عند المراجعة والقبول اهي، او تجاهل، نفس الموجود. طب ما لقيتهاش هنا برضه، ممكن اروح اتاكد وانا لسه على نفس الصفحه من نظره عامه، بدخل على اعلانات خلاصه شورتز، ده خانه جديده اتضافت اهي، تمام، اعلانات خلاصه شورتز تحقيق ربح. لو انا عايز افعلها بدخل من كلمه البدء، اول ما بضغط على البدء بيجي لي على طول الاول مطلوب اولا مراجعه احكام برنامج شركاء يوتيوب المعدله وقبولها، تمام، بضغط على المراجعه والقبول وابدا برضه نفس الخطوات هي هي، تمام، يعني هعمل من هنا الغاء وندخل مع بعض من الرساله. هي كل الطرق تؤدي الى روما، تمام، كل الطرق واحده. هنضغط على المراجعه والقبول مع بعض واحده واحده كده من اي مكان، اي مكان فيه المراجعه والقبول اضغط عليه. نفس الرساله دي ممكن تلاقيها في الاستوديو العادي، بس هنشوفها مع بعض لحظه من الكمبيوتر الاول. هي نفس الحكايه، تمام، بيقول لك البنود الاساسيه الخطوه الاولى، فعندك خطوه واحد وخطوه اثنين، عندك خطوه الاولى والخطوه اثنين. البنود الأساسية دي لازم أصلا هتوافق عليه، تمام، بعمل مراجعة هشوفها كده، اللي عايز يقراها يقراها، وطبعا ما بنقراهاش، ولو من التليفون حاول تسرع وافق، تمام، وقبول، مش هنقراها ولا أي حاجة، تم القبول، أنا وافقت على الإيه؟ على البنود الأساسية. الخطوة التانية اللي هي البنود المتعلقة بقى بصفحة المشاهدة، بعمل مراجعة، تمام، وبنزل تحت برضو أوافق على البنود المتعلقة بصفحة المشاهدة، قبول، تمام كده؟ بنزل تحت كده، سيتم تعديل الملحق التجاري للمنتجات الحالية مش عارف ايه، تمام، والتي والذي يتيح لك إمكانية تحقيق الربح من ميزات شورتس. عندي بعمل إرسال، نفس الخطوات، تمام، بقول لي بقى بدء تحقيق الربح من إعلانات خلاصة شورتس اللي هي الصفحة اللي كنا داخلين عليها دلوقتي، تمام. يمكنك الآن تفعيل إمكانية تحقيق الربح من الإعلانات بتاعة شورتس دي. هعمل ايه؟ ممكن اعمل التفعيل الخيار لاحقا، ده يعني ما بفضلوش، ممكن تعمله عادي وبعد كده تقدر تفعل برضو عليك الربح عادي في اي وقت، ما فيش مشكلة، ولكن احنا مش هنخسر حاجة يعني، تمام، فبعمل تفعيل على طول يعني، تمام، تحقيق الربح بقول له تفعيل،
بنزل لتحت برضو كده بقول له اوافق على الاحكام والقبول. بس دي كل الحكاية، دي كل الحكاية. مشاركة الأرباح من الإعلانات تمام، لو أنا رحت على مزرعة عامة تاني أصبحت الإيه الخانة اللي كانت مضافة أصبحت إيه مفعلة أهي تمام كده. يبقى إحنا كده خلصناها، وافقنا على الشروط، الرسالة أصلا راحت، وافقنا على الشروط وفعلنا خلاصة شروط. طيب نرجع للتليفون كده، لو بنجربها من التليفون ممكن هنجربها مع بعض على القناة التانية. بس أنا عايز أقول حاجة، إن هي برضو الناس اللي دخلت يعني بعض الأخوة لما بيدخلوا على الاستوديو العادي، الاستوديو العادي في بعض الناس ما وصلتش لهم زي انا كده، هي ما وصلتش ليا على الاستوديو العادي، ما وصلتش ليا على الاستوديو العادي تمام. دخلنا كده على الاستوديو العادي، الاستوديو العادي بروح على خانة او صفحة، هي يعني الرسالة مش موجودة عندي فوق اهو اصلا، دي القناة التانية يا جماعة، الرسالة مش موجودة عندي، المفروض بتبقى موجودة هنا في مربع كده تمام. بدخل على تحقيق الربح مش لاقي اي حاجة هنا، يبقى هم وصلتنيش اصلا على برنامج الاستوديو العادي، لكن وصلاني على كروم سواء من التليفون او الكمبيوتر تمام. هخرج من هنا انا كده خالص، وهنروح على الايقونة اللي كنا سايبينها. راحت فين الايقونة؟ اهي تمام تمام المفروض هنا اهي لوحة البيانات، الايقونة اللي كنا سايبينها لوحة البيانات على طول هتدخلنا على كروم على طول، برضه هسيب لكم الرابط ده في الفيديو تمام. هلاقي الرسالة فين؟ الرسالة موجودة فوق اهي. نفس الخطوات من اللي عملناها في من الكمبيوتر بالظبط تمام. الرسالة موجودة اهي فوق، نفس الحكاية قلنا هندخل من اما المراجعة والقبول او من صفحة تحقيق الربح كده، هنضغط عليها من علامة صفحة تحقيق الربح علامة الدولار تمام. لو الرسالة دي ما لقيتهاش هنا ممكن هكمل من نفس الخطوات هنا برضو، هدخل اتأكد يعني الناس حتى اللي ما وصلتهمش او مش شايفين الرسالة دي يدخل يتأكد برضو من صفحة تحقيق الربح تمام. اول حاجه ممكن ادخل على الاشتراكات الداعمه، هو ممكن اعملها من الصفحه دي بس هنرجع لها حالا. هندخل على الاشتراكات الداعمه كده تمام، هلاقي الرساله موجوده فوق اهي برضو، الرساله موجوده فوق اهي، الرساله موجوده فوق برضو، والمراجعه والقبول هضغط عليها. طب لو ما لقيتهاش ممكن ادخل على نظره عامه، من نظره عامه عندي اعلانات اهي خلاصه شورتس تمام. ده الخانه الجديده اللي اتضافت بالنسبه لي الربح على الشورتز. لو عملت البدء هيقول لي اهو مطلوب اولا مراجعة احكام برنامج شركاء اليوتيوب المعدلة وقبولها تمام. اللي هعمل المراجعة والقبول واكمل نفس الخطوات، ينفع من هنا برضو بس انا هنعمل الغاء، هي نفس الاماكن يعني كلها مع بعضها نفس الاماكن. عند كلمة المراجعة والقبول فوق اهي في الرسالة اللي فوق دي، اي مكان في كلمة المراجعة والقبول بالنسبة للشروط دي اضغط عليها تمام. هنضغط على المراجعة والقبول تمام. تمام بيحمل معايا بمراجعة بنود الاستخدام المعدلة تمام. ما الذي سيتغير؟ عندي اهو ممكن نكبر شوية الصفحة، انا اللي بكبرها اهو تمام. عندي الخطوة الاولى تمام، هعمل كلمة مراجعة، دي طبعا دي لازم هتتعمل، بضغط على مراجعة تمام. بنزل تحت بنزل تحت بنزل تحت بنزل تحت بنزل تحت على طول تمام اهو تمام 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 تمام. انزل 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 كمان كمان كمان، ودي كلها عايز تقراها اقراها بس الافضل ما تعجل بسرعة تمام. هضغط على اوافق، اوافق على البنود الاساسية تمام، وبضغط على كلمة قبول تمام. اصبحت عندي بالنسبة لي الخطوة الاولى اهي تم القبول، تم القبول. عندي الخطوة التانية هضغط على كلمة مراجعة برضو تمام، نفس الحكاية برضو هطلع لننزل لتحت خالص 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 خالص، واروح على كلمة اوافق اهي، هضغط على اوافق وقبول ازرقت اهي، هضغط على كلمة قبول اهي تمام، واضغط على كلمة قبول تمام. الاتنين كده خلاص، هضغط على كلمة ايه الخطوتين عملتهم، هضغط على كلمة ارسال تمام. ضغطت على كلمة إرسال يبدأ يبقى بالخطوة الأخيرة اللي هي بدء تحقيق الربح من خلاصة أهي تمام إعلانات شورتس.
من اعلانات خلاصه شورتس. تمام، هروح بقى اللي هو ناس ممكن تفعل، انت على فكره ممكن تفعل تفعيل الخيار لاحقا وتفعلها بعد كده، بس مش هتخسر حاجه لما تفعلها دلوقتي وتريح نفسك يعني. هنعمل تفعيل، هنضغط على تفعيل، هي الصفحه كلها اهي بس عشان احنا كنا مكبرين الصفحه بس. تمام، هضغط على كلمه ايه، تفعيل. تمام، وارجع جاي تحت 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 جري 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 جري. تمام، واروح على كلمة ايه، اوافق، وكلمة يعني هعمل الفعل المربع هنا اوافق، واروح على كلمة ايه، قبول اهو. تمام، هيحمل معايا دلوقتي بخلاص ميزة خلاصة شورتز احنا فعلناها ووافقنا على الاحكام والشروط الجديده او الاتفاقيه الجديده. ده بس هو ده كل موضوع الرساله اللي معانا كلها، يعني ده موضوع الرساله. تمام، احنا بس عشان كنا مكبرين نصغر الشاشه كده. تمام، اعلانات لو رجعنا كده برضو نفس الحاجه، لو رجعنا على نظره عامه اهي، نظره عامه هنا هلاقي كلمه ايه، اضغط كده اكبرها شويه، هلاقي كلمه ايه اهو، اعلانات خلاصه شورتز اصبحت مفعله. يبقى احنا كده وافقنا على الاتفاقيه وفعلنا الاعلانات على ايه، على الشورتز ان شاء الله لما يتفعل في شهر، في اول 2 اللي جايين باذن الله. تمام، دي حكايه الاتفاقيه او الرساله اللي جت للكل، الاحكام والشروط الجديده اللي هنوافق عليها، ده ضروري طبعا، الاتفاقيه الجديده لازم نوافق عليها، وتفعيل الربح على شورتز. تمام كده، واللي وصل لهنا يكتب الكلمة اللي موجودة فوق على الفيديو. لأي سؤال في أي موضوع تحت أمر الجميع، سيب كومنت أو سيب تعليق بسؤالك تحت أمرك. في أمان الله، سلام الله عليكم ورحمة تعالى وبركاته.